من على هذا الجسر يستذكر المجاهد أحمد بوستة فظائع المستعمر الفرنسي في حق الجزائريين والذين نكل بهم قبل أن يلقوا في نهر الصين وبدم بارد. البوليس والعسكر داروا موكر يضرب يقتل يضرب حتى ما يقولوا له تب سلاح يضرب على الركاب يضرب على الكتاف يضرب كذا وكل تبليسه اللي يدخل لكوبولا دي كل تبليسه واللي يتلح في الحبس هاو تلح في الحبس يهزوا من هنا يلحوا ليه في الحبس في الأسان كيف يقول الواد الواد الماء الماء يعني أصحابي اللي يحيوا ما ماتوش قالوا لي الماء رجع حمر من الدم. رمزية إحياء ذكرى مظاهرات 17 من أكتوبر لهذه السنة تأتي في ظل مناورات ميؤوس منها لمستعمر الأمس والتي يحاول فيها النيل من تاريخ الجزائر. نطلب من الشباب اللي الاستقلال ما جاش بلاش راهم يقولوا الشباب خرين يقولوا الاستقلال أعطاها لكم ديغول لكن إحنا الشباب بتاعنا راهم دمهم ساح في كل ولاية في كل قطر الدنيا لكن نطلبوا من الشباب يحتفظوا بالاستقلال تاعنا. صحيح أن جرائم فرنسا الاستعمارية لن تسقط بالتقادم والاعتراف بالفظائع المرتكبة في حق الجزائريين كانوا داخل الوطن أو خارجه حتمية لا بد منها. بلادنا دفعنا عليها وساح دمنا وساح كذا وتحبسنا ومتنا في الماء على جال الاستقلال.